مع قرب شهر رمضان المبارك، ما هي خطة توفير السلع بلا يعني بما لا يسبب اختلال أكيد بالمخزون مع الحفاظ على الأسعار ضمن معادلاتها الطبيعية؟ نعم، يمكن هذا يمكن هذا السؤال روتيني، يمكن كل سنة يكرر. ماذا عملنا في السابق؟ كنا مع دخول موسم رمضان كنا في بداية أزمة كورونا. أزمة كورونا فعلا. عملنا بالتعاون مع القطاع الخاص في توفير وضمان توافر جميع أنواع السلع دون انقطاع ودون توقف للمستهلكين. هذا أهم عامل لضمان استقرار السلع، هو توفر السلعة وتنوعها، ومن ثم ستبدأ الاستقرار. هناك سيكون للمستهلك عدة خيارات. عملنا بالتعاون مع الشركات الموردة حاليا لزيادة مخزونها تمهيدا واستعدادا لموسم رمضان المبارك. جميل. وبإذن الله سيكون المواطن أمام سلعة جيدة وبسعر مناسب إن شاء الله.